أغذية قرآنية. إعداد تقديم ومونتاج اختصاصية التغذية ضحى خروب من لبنان. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. الرمان من الأغذية القرآنية المتعارف عن فوائد الجمة على مر العصور. فكيف منصنف الرمان؟ وشو هي فوائده على صحة الإنسان؟ بالإضافة إلى بعض الإضاءات الأخرى هي محاور حلقتنا لليوم. فأهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم جميعا. الرمان يصنف تغذويا ضمن خانة الفاكهة. نصف حبة متوسطة منه تعتبر حصة فاكهة وبتزودنا بحوالي 60 وحدة حرارية. هناك العديد من فوائد الرمان، سواء تحدثنا عن قشور هيدي الثمرة أو عن الثمرة بحد ذاتها كبذور أو حبوب رمان. اليوم رح نكتفي بذكر فوائد اللب أو هي حبوب الرمان. نبدأ بالتحدث عن الرمان بذكر محتوي الكتير كبير وغناه بالحديد النباتي، فضلا عن تزامن ذلك مع غناه بالفيتامين سي. هودي الاثنين جعلوا منه رفيق لكريات الدم الحمراء ومحارب لفقر الدم. هو كتير يوصف فيه للأشخاص اللي عم بيعانوا من فقر دم، وتحديدا فقر الدم العائد لنقص الحديد، لأنه فيتامين سي بيحسن امتصاص الحديد النباتي. ننتقل من الحديد والفيتامين سي إلى المواد المضادة للأكسدة المتميزة والمتركزة كثيرا بالرمان، مما جعله مضاد للميكروبس، مضاد للالتهابات، ومحارب للعديد من البكتيريا. هيدا الشيء خليه يدعم جهاز المناعة ويكون محارب للعديد من السرطانات، على رأسهم سرطان البروستات، سرطان الرئة، عنق الرحم، بالإضافة إلى الثدي. ومميزات الرمان لا تقتصر فقط على الدم والمناعة، إنما أيضا تتوجه إلى العظام والأسنان، إذ لقيت الدراسات أن الرمان بيدعم صحة العظام وبيقويها، فضلا عن منعه لتسوس الأسنان بحكم طبيعته الحمضية والغناء بالعديد من الأحماض. ومنضيف على اللي ذكرناهن أنه بيمنع تلف الDNA أو الحمض النووي بالجسم، مما بيساهم بالحفاظ على صحة الخلايا وبيمنع شيخوختها أو هرمها لهذه الخلايا. لذلك كتير اقترن بصحة البشرة ومنلاقيه منتشر بالمستحضرات الطبية أو التجميلية العائدة لصحة البشرة تحديداً.
وختاما هو كتير منيح لمرضى ضغط الدم، إذ بيساهم بخفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، كما بيساهم بتعديل مستويات السكر إذا انتبهنا لإله وأخذناه بكميات معتدلة. وكذلك لقيت الدراسات أنه بيحسن الذاكرة وبيخفف نسبة الإصابة بالألزهايمر. الإضاءات الأخرى حول الرمان: أول عني اللي لازم يبتعدوا عن الرمان بالمطلق هن الأشخاص اللي عندهم حساسية طعام على الرمان، يعني بس يأكلوه بتظهر عليهم أعراض الحساسية مثل الحبوب، الطفح الجلدي، أعراض الجهاز الهضمي وأعراض الجهاز التنفسي وغيرهم. ثانيا، البعض ربط عصير الرمان بإنقاص الوزن، واستخدم بعض المنتجات الموجودة بالرمان للتسويق لبعض المنتجات اللي بتساهم بإنقاص الوزن. أكيد هذا الشيء غير صحيح. الرمان إذا دخلناه على نظام غذائي صحي بكميات مدروسة بيكون أحد أنواع الفواكه اللي بتعطي العديد من مضادات الأكسدة، بتدعم جهاز المناعة، تشبع رغبتنا بالحلويات، وبتعطينا ألياف مما بيخفف شعورنا بالجوع. بهذه الطريقة بيكون مساعد مع النظام الغذائي الصحي لحتى نخسر الوزن، بس ما بدنا نبالغ بالكميات. مثل العادي بذكركم انه مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيي بتلاقوها بمربع الوصف. والوصية الأخيرة: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أغذية قرآنية.